من يوم شفت نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل باند الشئان، قموا بالضغط هنا على ثلاثة. بدأت نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم نقوم بالنزول الى الاسفل والبحث هنا عن تطبيق الشئان، نقوم بالضغط عليه، من ثم نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري. بدأت نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بدأت نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بدأت نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا نقوم بالبحث عن تطبيق الشئان. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم الشئان. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك.